بعد شبكة مترو الأنفاق في لندن وخطوط سائقي الأجرة في لوس أنجلوس. حلقة اليوم في سلسلة أعظم خطوط المواصلات تقودنا إلى الحافلة الجزائرية. انتقلنا لمقابلة جورج راكب حافلة. أنيك لقد ترعرعت في مواقف الحافلات، لا أملك سيارة، ذهبت كل نقودي في المواصلات. تمشي الحافلة الجزائرية في وجود الشمس وتختفي مع غروبها، على خلاف أنحاء العالم ليس لها وقت وصول أو إقلاع. تأتي الحافلة عندما تشاء، قد تصل 3 حافلات في وقت واحد، كما قد لا يظهر أثرها لساعات طويلة. لازم تركب. بدأت رقب وصولها، الكل يستعد. أول صعوبة تواجه ركاب الحافلة هي الصعود إليها. يجب أن تكون ذو قوة بدنية كبيرة، فالتدفع سيكون شديدا. يستعمل جورج تقنية محاولة الوقوف في مكان توقف الباب. عند وقوف الحافلة من تكون الباب أمامه هو من سيصعد أولا. وصلت الحافلة واختلط الحابل بالنابل. لم تجري الأمور كما خطط لها جورج، حيث تقدمت الحافلة ولكنه تشبث بمخلبيه في الباب. مايكل كان يراقب من بعيد وكان أذكى من الجميع، حيث جابر نافذة مفتوحة وقفز منها. أخيرا ركب جورج وبدأ يتصفح أخبار الفيسبوك. توقف، لم أكمل القراءة بعد. عذرا. احترم الناس التي تقرأ معك. يعاني الركاب من أصحاب الكتمان الغير أصلي، حيث يضطرون لسماع كل شيء معهم. أكبر ضحايا الحافلة هن الفتيات، حيث يتعرضن لمضايقات كثيرة. إذا شنفت الفتاة تأخذ درسا في الأخلاق. هذه حافلة شعبية، من لم يعجبه الأمر فليأخذ تاكسي. تعاني الفتيات أيضا من عشاق الكود. وقعت في حبها في أول لمسة لمرفقها، أتمنى ألا تخونني مع مرفق آخر. قد يتعانق الركاب في أي لحظة إذا وقع كود فراسك. كثيرا ما تندلع مناوشات بين الركاب. لقد سرق هاتفي، أغلق الأبواب. تبا لك، اذهب إلى الجحيم. يجلس جورج في مقعد استراتيجي يجب أن لا يفرط فيها. إذا طلعت عجوز يجب الوقوف لها لتجلس. يستعمل جورج تقنية التظاهر بالنوم. قد يتوقف الشوفور في أي لحظة من أجل إشغالاته. سأشتري بعض الجلبانة وأعود، إنهم يحسبونها بسومة جيدة هنا. من لم يعجبه الأمر فلينزل، وهذا وجهي إن وجد من يوصله. لا يتوقف السائق في محطات ثابتة، بل يتوقف أينما يشاء ليحمل أكبر قدر من الناس. هناك منافسة شديدة مع الحافلات الأخرى. انظر، أنت ترى هذا الراكب على أنه إنسان، أنا أراه قطعة نقدية من فئة 20 دينار. يا ساتر، 2000. أهم قطعة في الحافلة إنه الروسوفر، يقيم حسب صوته المرتفع، وهو صاحب النظرية الأيقونية في سماء الفلسفة أفونسي لوريير. يستعمل جورج الطريقة التقليدية، حيث يعطي للروسوفر ورقة 2000 دينار، آملا أن لا يخلص عليه لعدم وجود الصرف. يحن جورج لأيام ركوبه في الرستية، أو ما يعرف في الشارع المحلي بحمار الدولة. لم يسبق لي أن خلصت في الرستية، حقي من البترول كنت أخذه كورسات. ثقافة الرستية تغلغلت في المجتمع، والدليل مثلا إذا ذهب الشاب ليخطب ولبس قمجة زرقاء إزيجيوها الغيورين من أهل العروسة أنه كان يشبه سائق الرستية، وهذا دليل على نجاح هذه المؤسسة. رغم كل ما يقال، تبقى الحافلة الجزائرية سلكة الحاصلين ورمز كل من عنده شغل ولا يمتلك سيارة.